سوبرو ليجاسي سيارة سيدان اول ويل درايف كثير لوكس رح نتعرف عليها بعد لحظات بأوتو فوكس. خليكم معنا. بصيرنا نرحب بمسيو جيف مراد من اوتو ستارز وكلاء سوبر بلبنان. جيف هاي مره جديده. هاي جوش كمان معنا باوتو فوكس اكيد خاصه لما ضوي على سيارات السوبر والحلوين كثير اللي فيهم كثير تكنولوجي كثير قويه خاصه معروفين بالسيستم الاول ويل درايف اللي كثير معروف اليوم سيمتريك الاول ويل درايف رح نضوي عليه اكثر وخاصه مزبوط. كمان بالسيفتي مزبوط. هلا سوبر مثل ما بتعرف جورج سياره يابانيه بعدها بامتياز ياباني 100% ان كان بالتجميع او حتى التصنيع. السوبارو ليجاسي اللي بيتميز فيها هو الادمنة إليغانت يعني بتشوفها امبرسيونانت السيارة وقفتها على الطريق وبنفس الوقت عندها كل الكومبينيزون اللي فيك معقول يكون عندك اياها باس يو في كثير كبيرة موجودة بالليجاسي بهالسوبارو يعني كأنه عم تسوق اس يو في على سيارة كل الامور اللي اصلا بنشوفها بسيارات الفور ويل درايف بالاس يو فيز خاصة صحيح. موجودة بالسوبارو واحسن كمان واحسن يلا خلينا نشوف بدايه انا عم استعرض هالشكل الاليجان كثير حلو كنت عم تحكي عنه مصابيح حلوه كثير عريضه من ورا كمان عندنا لاينز على الجوانب كثير حلوين اعطيها طابع اكثر سبور مزبوط هلا مثل ما عم نشوف كمان الليجاسي اتس ا فيري لونج سيدان دونك عندها اطول ويل بيس بالكاتيجوري تبعيتها بيخلي الباسنجرز اللي قاعدين بقلبها يكونوا مرتاحين اكثر ان كان من اللاج روم او حتى كمان من قلبها بتشوف سياره عاليه عندك هيدروم كمان كثير مرتاح ثبات كمان كثير مهم على الطريق مزبوط هالثبات غير انه عندك هالسيمتريك الاول ويل درايف بنشوف بعدين كمان التكنولوجيا الموجوده بقلب السوبر والمعروف فيها البوكسر انجن هي اللي بيخليها تعطيها هالثبات رح نحكي عنه اكيد للبوكسر انجن خلال حديثنا عن محرك السياره لكن بهالوقت عم نرجع نشوف كمان الويل بيس الطويله كنت عم تحكي عنها جيف مزبوط. والشكل كثير حلو هالشيء بيخلي السياره ما نعطيها سيجمنت معين ان كان يعني منا لا فاميلي كار ولا يعني ولا حتى يمكن اذا بدك منا حتى اكزيكوتيف كار تعتبر لكل السيجمنتس الموجودين هي 100% بتعتبر للكل هي اكيد بزنس مان اكثر بس انه نحن بالعكس بنقدر حيلا شخص بيسوقها لانه فيها كل التكنولوجيا وكل الصفات اللي بيخلوا مين ما كان يقدر يسوق هالسياره. رح نتابع حديثنا اكيد عن السوبر وليجاسي، بنتقل هلا للانتيريور ونتابع اكثر من بعدها المحرك ونشوف الديل الموجوده فيه اليوم بالسوق اللبناني. تعال على داخل السوبر وليجاسي مثل ما الشكل الخارجي كثير اليغان وسياره كثير حلوه، من الداخل كمان سياره فعلا كثير فخمه. بنلاحظ الجلد اصلا مهما كان عم نشوف هلا التابلو والسكرين العريض اللي فيه الانفو سيتنجز وكمان بلوتوث اللي متحكم فيه من الديركسيون جيف سياره كثير فخمه من جوا مزبوط هلا بزيد اللي التسجيل اللي عم بتقوله كمان حضرتك في عندنا جورج بالانفوتينمنت عندنا الابل سيري دونك انت صار فيك تحكي مع السياره اذا بدك لانه عند سوبارو بهمهم مثل ما عم نقول السيفتي وهن باي ذا واي على طول 5 ستارز بالسيفتي نعمل ميدرينج يعني بين ال لا يعني في من الديريكسيون الابل بلاي كانك عم تحكي مع سيري سو قلت له بليز كول جورج مثلا وبعدين فويس كوماند فويس كوماند 100% بنفس الوقت عندك هالفيري لكجيريوس انتيريور اللي عم مبين معنا عم نشوف هالخشب كيف ما كمان محطوط بقلب التابلو الليجاسي كمان مفوله من ناحيه الاوبشنات عندنا الستارت انجن عندك الالكترونيك باركينج بريك اللي مبين هيل ديسنت كمان هيدي كمان اذا واقف انه صافين بيطلعوا من قلية تما تكرس السياره لورا كرسي الشوفير على الكهرباء وكرسي اللي حد الشوفير كمان على الكهرباء كراسي جلد اكيد اكيد كراسي جلد فتحه سقف كل شيء مع كوموند وفولون كمان موجودين في ميموري سيتس كمان للشوفير بتعرف ايه مثلا انا عم سوق او انت تاني كل واحد بيتحكم بالكرسي اللي بده اياها بضل اكيد سيفد بسيستم السياره فعلا داخل كثير فخم حتى الدريكسيون عم نشوفه 3 سبوك طابع رياضي مطرز بنتابع حديثنا معك جيف نحكي هلا عن المحرك صارت نحكي بيرفورمانس السوبر وليجاسي مع جيف يعني خاصة اليوم بعرف السيارة بمحركين واحد منهم المحرك كثير نشيط صحيح عندنا محرك 6 سلندر 3600 سي سي بيعطيك
فوق ال 260 حصان، عندك نشاط سياره كثير قويه كثير نشطه مع كذا مود اوف درايفنج، سبورت، سبورت شارك او حتى ايكونوميكال. بنوصل منها على الفيتاس اللي هو الالكترونيك سي في تي 6 غيارات اكيد مع بادل شيفت على الديركشن تيعطوك هالسبورتي فيل اللي تعم بتسوقها. موجوده كمان الليجاسي بمحرك 4 سلندر 2500 سي سي كمان يعني قوي كثير المحرك 4 سلندر 2.5 يعتبر ممتاز. وباي ذا واي هذا الانجن اجى اوورد انجن اوف ذا يير من كذا بروفيشنال بالمجال. يعني ما بدنا ننسى كمان انه الليجاسي سوبر سيف، عندها سيستم مثلا بالليجاسي موجود اللي هو باك اب وورنينج سيستم، اذا حدا عم بيقطع على اليمين او على الشمال بيدوي لك بالمرايه كمان انه انتبه حدا ما يكسر بالغلط عليه. كثير مهمه هالاوبشن. واكيد سوبارو 5 ستارز بالسيفتي بكل موديلاتها انكلودينج الليجاسي. سيمتريكال اول ويل درايف سيستم اكيد، بوكسر انجن مع دائما مشدد مثل العاده اكيد. البوكسر انجن هو اللي بيعطيك اللور سنتر اوف جرافيتي تيخليك السياره يكون عندها ليس فايبريشن وبنفس الوقت خاصه على الكوع، خصوصا على الكوع. وهلا واصلين على شتويه بيهمنا السياره تكون امنه على كل طرقاتنا. جاف على كل حال السوبارو معروف كثير قد ايه ثابته خاصه على الماي وعلى الثلج. جميع حديثنا معك صار وقت نعرف اليوم الديل الموجود فيه اليوم السياره بالسوق. يعني كل هالمواصفات الحلوه اللي شفناها عن سوبارو ليجاسي بشكلها الرائع بمواصفاتها بالداخل كثير فخمه، خاصه سيستم الاول ويل درايف فيها وغيرها، كل هول جاف اليوم بسبيشال برايس. بعرف هالفتره من السنه فتره اعياد انتو حبيتوا كمان كرموا زبوناتكم بشيء مميز. مزبوط، جاي بابا نويل وكير هالسنه لعنا. جورج نحن على هالفتره مثل ما قلت عاملين فيري سبيشال ديل على السوبارو ليجاسي. الليجاسي الاول ويل درايف سيمتريكال اول ويل درايف مع هالستابيليتي عاملين عليها سعر كثير حلو اللي هو $447 بالشهر. سند معقول جدا. نحكي على هيك سياره فعلا يعني على 5 سنين $447 مهم كثير الديل. نعم مشان هيك حابين ندعي كل شخص مهتم يجي يزورنا بكل صالتنا ويلحق حاله لانه كميه محدوده على كل الفروع تبعونا، ان كان بصيدا او بعقلين شوف او كمان جميزه، جونيه، نهر الموت، زلقه، كل الفروع تبعونا اكيد نقدر نعمله على السياره. اكيد تيست درايف كمان موجود على السوبر. شكرا على كل هالمعلومات جيف، بنلاقيك اكيد بحلقات مقبله. مشاهدينا بكره حلقه جديده، سياره جديده من اوتو فوكس على ام تي في. الى اللقاء.